أنا في حضرة عملاقة من عمالقة فن التمثيل. أنا مش ببالغ، أنا بس مش مبسوطة، مش مبسوطة لأن هذه الفنانة العظيمة الكبيرة اللي المفروض اسمها يتصدر أعمال ما كانش مبسوط لها، يعني كما الكثيرين، يعني محدش عارف يقيمها ومحدش عارف يستفيد منها. لما عملت في أحد الأعمال مشهد أو اتنين السنة اللي فاتت، الدنيا كلها قالت إيه ده؟ مين الست دي؟ وكانت فين؟ افتكروا إنها ابتدت بدايتها مع عمالقة زي نور الشريف، زي أحمد زكي، زي فؤاد المهندس، وقفت قدام فطاحل وكانت ند بند. بس أنا معرفش هي كسرت في حق نفسها بقى ولا اتنست، ولا لما جت قررت تكون موجودة لفتت النظر من مشهد، ولما طلعت السنة دي في مسلسل الدنيا كلها قاعدة تتكلم على التمثيل وعلى فن التمثيل، والست دي مين وفين وازاي ممثلة في مصر بالقوة دي ما نتأنعرش بيها قدام إخواتنا في الدول العربية، ونقول عندنا أستاذة كبيرة، فنانة عظيمة، فنانة حق وحقيقي، مش فنانة مزيفة، فنانة هاند ميد، فنانة بتعرف تعمل تفاصيل للشخصية، فنانة مش نفسها تطلع ممثلة فقالت يلا هطلع في التلفزيون. لا، دي ست درست 4 سنين وكانت من أوائل دفعتها. فنانة لما تقف قدام أي حد في مشهد لازم يخاف، حتى لو بمواصفات السوق، يعني هو نجم بيتكتب اسمه نمرة واحد. فنانة من شوت تقدر تحفر مكانة في وجدانك، وبعد ما الحلقة تخلص لا، الشخصية اللي هي بتمثلها حفرة، مش مجرد اتفرجت على مشهد وخلص وقمت عملت الشاي. معايا نجمة أستاذة، وأستاذة لما أقول أستاذة يعني أنا دي واحدة من أساتذتي، رغم إن إحنا سننا زي بعض، لكن أقدر أقول عليها هي تمتلك الأستاذية، يعني بتعرف إزاي توجه كمان ممثل. كان ليا شرف إن أنا اشتغلت معاها، بس اشتغلت معاها كمخرجة في الإذاعة. أتمنى وبحلم ويا رب أحقق لي أمنيتي إني أقف قدامها كممثلة علشان أتمتع وأزيد. معايا الأستاذة عايدة فهمي. كتر خيرك. خليني أعيط بقى. لا شوية. إيه؟ لا ده إحنا اللي نعيط، إن إحنا والله العظيم يا عايدة. لا والله إحنا نعيط إن مفيش في بلدنا ناس عينها عليكي وعارفة إزاي تستفيد. بس لا، اللي جاي ليك ومبروك، وبسقف لك حبيبتي على مليحه في جزيره غمام. انت عظمه، انت استاذه عظمه. بصي، هو انا ليه ببكي؟ اولا من كلامك الجميل. ده حق والله العظيم. اهي أنا يا خبر اسوح، مليحه اهي، مليحه اهي. يا لهوي على جمالك. من صوره فوتوغرافية يا عايده انت موصلاني احساس يشبع. انت 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 لا انت ما بتتكلمي، ده صوره فوتوغرافيا. ايوه انا شايفه شخصيه بتاريخ الشخصيه بملامحها. يا خبر اسوح على جمالك يا شيخ. ما انا هقول لك بقى، ما انا هقول لك. اولا ان احنا، ان انا كنت بعيد، ان انا ما كانش متبروز عليا او محطوطه عليا. ويا بصي جمالك مع النجم احمد امين كمان اللي بحييه، وممثل كمان من جميل 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 خالص خالص. احتمال نكون احنا اللي بنكسل شويه، احتمال احتمال. لا ما اعرفش يعني. لا يعني مش عايزين طبعا، كل شيء نصيب وقدر، لكن في تقصير من القائمين على العمليه الفنيه. أمار 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 ان حضراتكم عينيكم ضيقه وعينيكم مش واسعه عشان تشوف نماذج هتعللكوا قيمه شغلكوا. طبعا يعني فنانين سوبر، فنانين طراز رفيع، فنانين مش عاديين. انت عايز ايه غير ان الدور اللي مكتوب في 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 في, في مسلسل من المسلسلات او في فيلم الافلام يتعامل على اكمل وجه اهو. طب انت مش شايفه ان السنه دي في رمضان، في مسلسلات رمضان، الدفه بدات تميل شويه ناحيه الفن، ناحيه الناس الكويسه؟ الحقيقه شوفي التمثيل في معظم المسلسلات عظمه،
حاجة جميلة عظمة. خالص الحقيقة يعني، وشايفة انه ولاد المسرح بدأوا يتبروزوا شوية. أيوة. أيوة. ده معناه انه في رؤية اختلفت بالظبط. انا اتخذت في جزيرة غمام من المسرح والله. الاستاذ عبد الرحيم كمان. انت عاملة مونودراما عظمة. مونودراما فريدة ده مؤخرا ولسه يعني. انا لسه شغالة فيها، لكن الاستاذ عبد الرحيم شافني في حريم النار. الله. كان عرض صعيدي. ايوه. وكانت شخصية قوية وهي قائدة البيت وست كانت شديدة قوي، فالاستاذ جه شافني. وعلى فكرة هو ما قاليش الكلام ده، لكن أنا عرفت يعني، رتبت. أيوة. الأحداث كده وعرفت إن الأستاذ هو اللي رشحني في ده من خلال مشاهدتي في المسرح. فالمسرح قد ما كان مضر زمان ليا أنا شخصيا، كل ما قعدني خد وقتك وعمرك وطاقتك. أيوة. قوي قوي قوي. لكن بادئ دلوقتي الناس بتشوف المسرح، والحمد لله الحمد لله بنتاخد دلوقتي، أولاد المسرح بدأوا يظهروا في الفيديو الحمد لله. كلميني عن مليحة في جزيرة غمام، منين جالك التوحد ده والحالة دي؟ الشخصية كأنها شخصية عارفة المسرح الإغريقي. أيوة. فيها عظمة. أيوة. كده وفيها مظبوط. هقول لك أنا جالي منين إلهامي أو إلهام مليحة، جالي من ورق عبد الرحيم كمان. أمال أمال. أنا الورق نفسه بينطق في كل الشخصيات لو تلاحظي. حقيقة. أيوة. كل الشخصيات بتقول كلام عميق، بتقول كلام جميل وسهل في نفس الوقت. أيوة. فشخصية مليحة جات لي من الورق أولا، ثانيا من الأستاذ المخرج، ثالثا وده الأهم من كل اللي حواليكي، من المجموعة اللي حواليكي، من الأساتذة اللي حواليكي. أنا كنت بتفرج أكتر ما بمثل يا حبيبتي. أو أنا بشتغل الحقيقة، وده مش كتير. عادة بنروح نمثل ونجري. أيوة. يلا أخلص وأغير. لا، في جزيرة غمام ما ينفعش أعمل كده. أما ألاقي محمود البزاوي ورياض الخولي مع احتفاظ بالأسماء يعني قاعدين بيعملوا مشهد، فأنا أقعد أعمل كده وما استعجلش ان انا عايزه اخلص واجري. لا، انا عايزه اتفرج على الاساتذه دول بيعملوا. والله العظيم يا نشوى زي ما بقول لك. شوفي التواضع لما استاذه بتاريخك الفني. ويعني انت من ملكات المسرح، فتقولي اتفرج على الاساتذه. امال وباستمتاع واحتمال اكون حته تعليم. احتمال ليه؟ لانه انا بشوف حاجات. خدي بالك انا مش محترفه فيديو، او انا شويه بقالي شويه بعيد عن يا الفيديو. يا بنتي ده انت ابتديتي مع فطاح للسينما. بس نسيت طبعا عاطف الطيب. يا خبر يسمع. ايوه، ما انا بقول بس إيه؟ نسيت شويه، بعدت شويه، والمسرح حرفه المسرح خدتني اكتر. فبقيت بقعد اتفرج على بساطه التمثيل، على جمال التمثيل، وكنت بطلع بنتيجه يعني. الحقيقه يعني طلعت بنتيجه، بالاضافه بقى مثلا مجاورتي او ملازمتي لنجم، او مش عايزه اقول نجم عشان فنان دي اشمل واجمل، واحد زي احمد امين. حاجه جميله خالص. تلميذ قاعد بيذاكر، وكلهم كده على فكره في جزيره غمام، ودي حاجه غريبه عليا يعني. انه كل قاعد ماسك البتاع وبيقعد يذاكر وبيقعد يسال وبيتكلم مع الاستاذ وبيتكلم معايا وبيذاكر لي وبنذاكر لبعض، بالاضافه للعلاقه الانسانيه اللي حاصله بيني وبين احمد امين على المستوى الشخصي لاول مره نتقابل. وانا حبيته قوي قوي قوي، وهو اتعامل معايا كأمه قوي يا حبيبي. وكان بيطبطب عليا طول الوقت. فاحنا وهو كان الجديد عليا في العمل، ان كل الاساتذه دول احنا زملاء من زمان يعني. ايوه. فهو كان بالنسبه لي جديد، وهو على فكره كمان وجه جديد. بمعنى ايه وجه جديد؟ طبعا هو نجم كبير احمد امين، لكن كان في هذه النوعيه من الدراما او الادوار. هو متصنف كوميديان. امال يمكن في مره او مرتين عمل الطبيعه، وراء الطبيعه وكده. لكن هو كمان كان انا حسيت ان هو بيتعامل كهاوي قوي. ويا سمان يا سلام جماله لما يقف قدام نجمه كبيره برضه او يعني ست هاند ميد تمثيل. وهو كان مقدر ده جدا جدا، وكان مستمتع جدا في المشاهد اللي عملناها مع بعض. هو الحقيقه كان مستمتع جدا، ولعبنا مع بعض. لعبنا مع بعض بكلام الاستاذ عبد الرحيم كمال. الاستاذ عبد الرحيم كمال حاجه عظيمه وحاجه جميله جدا. الاستاذ حسين المنباوي بقى انا كان مفاجاه بالنسبه لي، اني اول مره اشوفه.
لما تبقي انت كممثله شايفه المخرج معجب بيكي وبشغلك، الله، فانت هتبقي عايزه تبقي كمان، لا عايزه تبقي احسن، عايزه تثبتي تبقي احسن واحسن. وكنا بنستشير بعض، يعني هو مثلا انا رحت اول حاجه، اول ما عرفته انا داخله اول مشهد ليا، قلت له يا استاذ احنا هنعمل العاميه مغمضه عينيها ولا مفتحه؟ فقال لي انت تحبي ايه؟ قلت له لا اللي حضرتك تشوفه انا هنفذه بالظبط. فقال لي بلاش، تعالي نهرب من حته المفتحه عشان هنروح بقى في العينها فين وعملت ايه. قلت له حاضر نعملها مغمضه، وقد كان. بس انا قعدت بيني وبين نفسي قلت طب الاستاذ كده حطاني في حيره، ما هي عينك كممثله هي عنصر طبعا، عنصر اساسي وخصوصا للكاميرا، ما انتش مسرح. انت ضحيتي عن اداه من ادوات المساعده، بس انا لقيت اداه تانية. أيوة. انت عارفه ان انا شاطره فيها وهي الصوت بالظبط، فانا لعبت بالصوت في مديحه وبالجسد، والحمد لله اهو، يعني الحمد لله قدرت اوصل للناس. والله انا شايفه ان الدور اللي انت عملتيه ده في منهج تمثيل عظيم جدا، اللي عايز الشاطر المصري الشاطر عايز يتعلم يفرغ المشاهد ويشوف التفاصيل اللي معموله، تفاصيل هايله. انت ابتديتي مع الفطاحل الكبار قوي على مستوى الاخراج وعلى مستوى التمثيل، ايه؟ هقول لك، انا بدات طبعا مع اساتذه كبار جدا، وبعدين انا قعدت فتره في البيت بعد الوهج ده، اساتذه جمال عبد الحميد واسامه انور عكاشه في ارابيسك، واخده بالك، ومع الاستاذ الاساتذه فؤاد المهندس يا خبري في هاله حبيبتي. لا انا اشتغلت طبعا مع اساتذه، وانا لو ما كنتش ممثله كويسه دلوقتي يبقى عيب عليا، انا وقفت قدام الناس دي. الوقفه بقى الفراغ اللي حصل كنت فين بقى يا عايده؟ كنت يعني انت كنت بقول لك عاطف الطيب، نور الشريف، فؤاد المهندس، جمال عبد الحميد في ارابيسك، واسامه انور عكاشه، وهدى سلطان، وهدى سلطان، الاستاذ صلاح السعدني، يا ابويا فاهمين، واقفه كنت جنبي دول. رحتي فين؟ رحت وعشان كده انا قبل ما نسجل قلت لك انا خايفه ان دي تبقى بعدها وقفه تانية. لا انا خايفه، لا 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 هتشوفي خير، لان انا ضعيفه في العلاقات، يعني بتلاقيني اخلص واروح وانت كده، ما انت كده. بس انا هقول لك، اظن ما ينفعش استاذ عبد الرحيم كمال يشتغل دراما أنا من غير ما يكون موجود. طبعا انا متاكده ان الاستاذ حسين المنوباوي المخرج اللي انا ما اعرفوش عمري، بس واضح من شغله انه فظيع، فنان فظيع، هيعنيهم قوي مساله العلاقات، يعني انه على الاقل دول، يعني انت اشتغلت مع دول. لا انا مش بقصد علاقات كده يا نشوى، انت زيي اصلا، انت اللي هو ما بتظهريش في حته، ما هو برضو ما بتكلميش حد، مش دول مش محتاجين زي حضرتك كل سنه وحضرتك طيب ومناسبه العيد، مش محتاجين دول كده اظن. وانت الحقيقه اعتقد اللي عملتيه السنه دي هيفرض نفسه، لان الحمد لله المنطقه زي ما قلت لك، المنطقه اللي انت عملتيها دي عايده مش مليتيها مكان حد، انت خلقتي منطقه تمثيل جديده. وسبحان الله السن بتاعك كمان ده، مين يعني طبعا فوق دماغي كل زمايلي، فوق طبعًا دماغي طبعا، بس انت في طعم وحاله وشخصيه فيها تفرد، يعني ما يجيش في مخي كانت مين تعمل مليحه غير قاعده يعني. لا انت قفلتي زي ما بيقولوا ايه، قفلتي الامبير يعني قفلتي العداد. ده كلام جميل منك والله، طبعا بجملك. انا بتكلم والله كممثله، انا عارفه يعني فانت عملتي لنفسك كيان، ان شاء الله ان شاء الله هيبقى ليكي وجود قوي، بس ترشحيني بقى، ما انا عايزه امثل معاكي بقى من فضلك. وبعدين انت عايزه اسالك سؤال، هو انت ناسيه ان احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده، عملنا حاجات كوميدي؟ ايوه ده اقول لك انا، ده امتى؟ اقول لك بالظبط، مش فاكره، كان 25 سنه. اسكتي كان ابني، اسكتي بقى، كان ابني عنده 3 سنين. اسكتي بقى، احنا مالنا، احنا مالناش دعوه، وكنا اخوات، وكنا اخوات طبعا. وعملنا شغل لطيف جدا، والاذاعه احنا اشتغلنا مع بعض. لا بس انا اشتغلت، لا سيبك مني كمخرجه، احنا اشتغلنا مع بعض مع الاستاذ المرحوم سمير غانم، انا وانت يا حبيبي، وكنا ما بنقدرش نمسك نفسنا وبنقع في الارض ونعطل التسجيل، فاحنا لا احنا اشتغلنا مع بعض انا وانت. يا رب نكررها تاني يا رب يا حبيبتي. طب عايده انا اسفه، الوقت خلص، انا عارفه ده حاجه، عارفه ان الوقت ضيق، بس لا ان شاء الله احنا قلنا خلاص. انا كان لازم اقول ان احنا عندنا قيمه عظيمه، ارجوكم بقى استفيدوا منها،
قبل ما تعلي اجرها، لان هي لازم بعد كده تعلي اجرها جامد. مش عايزه فلوس، انا عايزه اشتغل. والله ده اللي لان انا بحقق الفلوس من اتجاه تاني اللي هو الاذاعه والدوبلاج. الحمد لله الحمد لله. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويزيدك. شكرا شكرا يا نشوى، وتمتعينا دايما بفنك، ويكتر من امثالك الفنانين الحقيقيين اللي شرفونا كده ويخلونا نتقنعر ان عندنا عايده فهمي في الوسط الفني. شكرا ليكي ومبروك، الف مبروك. شكرا ليكي والاساتذه، الكرو بتاع البرنامج والمخرج البرنامج، اشكركم جدا، واشكر كل حد قدمني وكتب عني كلمه في مليحه، اشكركم، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. يا حبيبتي ربنا يكرمك. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد واحد وبنت البلد. سلام عليكم.